ذكرت قبل شوي نجيب أول الحلقة أن الجو بدأ يصير بارد، بدأت تحس برودة الجو الصبح. هو شوية يعني درجة الحرارة نزلت، لكن أيضا الكوس ما زال مستمر، صار لنا فترة تقريبا 4 أيام، متى بينا الشمال ما ندري، متى بينا المطر ما ندري، كله بعلم الله. مستويات الرطوبة شوي قاعد ترتفع ترد تنزل، هل هناك فرص أمطار قريبة؟ ما ندري إلى الآن ما ندري، بس أنا بالنسبة لي الكوس زين. لا بس الجو لأنه يخلي السمكة مكانها ما يطلعها من مكانها، لأنه إذا ضرب شمال راح تطلع من مكانها. دوبك دوب سمكة البحر. لا مو دوبي ودوب. لا ما لي شغل. أنا بس مو بس حقي هذا، حتى حق الحداقة كلهم خلاص دلوا مكانها حاليا، دلوا مكان السمكة، فمع الكوس تم مكانها، بس إذا ضرب شمال ممكن تطلع، فإحنا ما نبي الشمال. الحين ما نبي الشمال، خل شوي نشبع. احنا اللي مو بالبحر، احنا اللي على اليابسه، نبي شمال، نبي هواء بارد يلنا، نبي بيكم الدور، بيكم مستعيلين على رزقكم، بيكم كل شيء شوي شوي ان شاء الله. خلونا نتعرف طبعا اكثر واكثر مشاهدينا الكرام على قولتهم، نسمع الخبر اليقين عن حاله الطقس مع خبير الارصاد الجويه الاستاذ عيسى رمضان. صباحك بخير استاذ عيسى، حياكم الله، حياك الله ويانا في برنامجك العالم هذا الصباح. حياكم الله يسلمكم. قرينا وسمعنا ان نهايه شهر اكتوبر او قربنا من نهايه شهر اكتوبر. اي خلاص 10 ايام. اي متى البرد؟ الى الان البرد باعتقادي والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان اجواءنا البارده، يعني احنا نسمع الان الناس تقول 11 نص 11، لا احنا راح يكون بردنا الشتوي في شهر 12 السنة هذه، وخاصة مع المربعانية المتعودين عليها، مع المربعانية أو ما بعد المربعانية بشوي بعد، يعني مو بكذا يوم، يعني خلينا نقول يومين لتقريبا 5 أيام تكون فترة اللي هي التغير الكامل في الأجواء، والأجواء الشتوية اللي احنا نمطرها كل مرة. السنة الشيء الغريب واللي نلاحظه في العالم كله، يعني مثل أمس قاعد أطالع بعض المحطات الأوروبية، يعني الحرارة رجعت بالثلاثينيات تقريبا ونهاية العشرينيات في فرنسا، والشيء اللي مستغرب الآن من الكتل الهوائية اللي قاعد تغزو المناطق حتى في أوروبا وجنوب أوروبا بهذه الموجات الغريبة. إحنا كذلك رياح الكوس، يعني دائما شهر 10 معروف التغير السريع، يعني كم يوم 3 أيام 4 أيام رياح جنوبية شرقية وترد الرياح الشمالية. لا إحنا الحين استمرار الرياح الجنوبية الشرقية استمرت فترة طويلة، فهذا غير اللي هو المتعودين عليه في هالفترة هذه. كذلك الرياح الجنوبية الشرقية تخلي السمكة لهم حق الحداقة يستانسون على، ولكن احنا كأشخاص عاديين الرطوبة النسبية لا تساعد على اللي هو راحة الإنسان بشكل عام، تزداد فيها الأمراض الربو والحساسية والكحة اللي احنا الآن كل واحد يكح. صحيح. أنا نفس الشيء مثلا كذلك تكح برا، وانتشار الأمراض وكذلك تكمن فيها كمية كبيرة من الملوثات، ويعني خلينا نقول حبوب اللقاح الفترة الزراعة بدأت تزداد، الرياح أي رياح قوية راح تأتي فيها، رغم أن الآن شنو الرياح الهواء الشمال عادة تأتينا من الصحراء فديد فيها شنو حبوب اللقاح، لا الهواء الكوس مع الأملاح مع الوجود التلوث عوادم السيارات قاعد تكمن في المنطقة السطحية هذه، يعني اللي هي الرطوبة النسبية مو مرغوبة جدا عندنا بالكويت، لأن حتى الإحساس بالحرارة تكون أعلى. صحيح. صحيح. احمد ذكرت الرطوبة، يعني احنا مرينا الحين فترة رطوبة، هل راح تستمر هذه الرطوبة ومتى تنتهي؟ والله راح تستمر، يعني أنا أيضا كل أقول حق الكل، ولكن هذه يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى، والمخفضات دائما باستمرارها، يعني الحين عندنا من اليوم حمد شوف اليوم الصبح كان الجو زين، الهواء الشمالي غربي شوية يقلب الغربي الهواء النسيم البر احنا نسميه، ويرد مرة ثانية الكوس من بعد الضحى العود على الظهر تشوفون الهواء الجنوبي الشرقي، وهذا راح يستمر تقريبا الى نهايه الاسبوع الجاي، هواء جنوبي الى نهايه اكتوبر، والرطوبه خلينا نقول نهايه اكتوبر مثل ما تفضلت اللي هو الخميس. الرطوبه بين الزياده والنقصان، يعني الرطوبه من بعد منتصف الليل بالغرب في البار والمناطق ما راح تكون الرطوبه عاليه، لا راح تكون اخف، والاجواء تكون وايد حلوه، والحراره ما بين 18 ل 21 22 درجه، وهذه ممتازه ترى، الحراره بدات تختلف وتتغير. مشكله احنا اللي على المناطق الساحليه والضواحي اللي قراب على السواحل، هذه المناطق اللي راح هم الصبح تكون احسن،
ولكن ترتفع بعد الظهر العصر مثل ما قلت بعد الضحى العود على البحر والجزر، وتستمر بين الزيادة والنقصان، يعني بالليل شوية بعد منتصف الليل تخف وترد مرة ثانية بالنهار، وهذه اللي شوية تكون مؤذية لنا. على عفوا استاذ عيسى، على موضوع الليل والنهار، يمكن صاد يعني خلال الايام اللي طافت قاعد يصير مريخ بالليل. اي نعم، والضباب مثل ما تفضلت، يعني مشكله الرطوبه النسبيه مريخ قاعد يصير بالليل كثير كثير، هذه الشغلات قاعد تستمر واحنا متوقعينها كذلك ترى تزيد. متى؟ يعني انخفاض مثل ما قلت للاسبوع القادم، الى ان شويه يقلب الهواء الشمالي غربي في بدايه شهر نوفمبر ويرد مره ثانيه، يعني الرطوبة ترد، ولكن احنا في نهاية الشهر خلينا نقول الضباب على اساس نوضح ايضا للساده المشاهدين، الضباب بالتحديد هي مع الكوس ولا مع الشمال؟ اكثر شيء رياح الجنوبية الشرقية الكوس هي المسببة اللي هو الضباب وتكون الضباب، لان بسبب الرياح المحملة بالرطوبة النسبية، ما دام ان اتجاهها من البحر معناها، وليش احنا نتضايق منها؟ لان هي قاعد تجي من البحر محمله ببخار الماء، ما دام انها محمله ببخار الماء فاذا الاجواء رطبه واللي تزيد فيها. الهواء الشمال لان احنا شمالنا وشمال غربنا وغربنا بر ومساحه كبيره جدا، فالرياح اللي تجينا تجينا جافه، وهذا اللي يخلي الطف خاصه هالايام. لو الهواء الشمال كان شفت شلون الاجواء تكون ليل ونهار ممتازه، الا ان مثلا السماء الصافيه والشمس قاعد تحسسنا الى الان وقت الظهر، انا اطلع الظهر بالسياره لا احس انه والله الجو حار، والى الان احنا قاعد نستخدم المكيفات والتفاوت كبير. الحين احنا قلنا مثل الاسبوع الماضي قلت لكم على الحراره اقل من 40 درجه مئويه متوقع، وصار هالشيء هذا هالاسبوع. احنا هذه لقطات احنا اخذناها الان، يعني هذا الجو الكويت حاليا لان ما في رطوبه، فتشوفون يعني شو وضوح وكذلك نقاوه الجو نسبيا ممتازه، الا ان بالافق تلاحظون اللي تكلمت لكم عن انعكاسات الحراره ان الرطوبه تسبب كذلك ان التلوث يكمن من اول الصباح من بعد المغرب والى الصباح في هذا بعد 8:30 9 ينكسر الحاجز فتنفذ هذه. فالاجواء الى الان مشمسه، اليوم كله شمس، حتى الاسبوع الجاي شمس، اخر اسبوع يوم الخميس الجمعه القادم ان شاء الله راح نشوف بداية بوادر اللي هي زيادة في السحب، مثل ما لاحظنا قبل يومين كان في غيم بس غيم عابر، هذه بداية ترى التغير اللي كان متوقع، يعني اللي هي المنخفضات القبرصية اللي تأتينا وتعطينا الأجواء المختلفة في الأيام المقبلة إن شاء الله، فراح نشوف اختلاف، ما عدا أن الكوس يخلي شوية متعب ومرهق لنا، والرؤية الأفقية مثل ما قلنا حطوا بالكم خلال الليل خلال الصباح بالنسبة لانخفاض الرؤية ووجود يعني ضباب. اي نعم، يعني انخفاض الرؤيه هو المريخ واللي يسمونه القطيطه ويسمونه ضباب كذلك عندنا في المناطق هذه كلها في الدول العربيه. قطيطه عندنا ولا بلبنان؟ لا هذه بلبنان، مو عندنا احنا، بس يعني نقول يعني قطيطه احنا اشكالنا لبنانيين بس خلينا نقول لبنان. الشابوره كذلك تسمى نفس الشيء، هذه كلها مو شابوره اللي ناكلها يعني. اي شابوره اللي هي بالنسبه للضباب او مستمر الى الان الضباب بالليل مستمر بالليل يعني، ولكن راح يزداد. متى يزداد؟ يوم السبت الصبح بالليل مثلا مع باكر بالليل عاد النيه ابو احمد الليل ننزل حق بعد هذا اللي اقول ليش احنا نقول دائما ننبه اللي هم الحداقه، ننبه كذلك السائقين، تدري العطله والناس تبي تطلع، نتمنى كذلك اخذ الحيطان نحط بالنا من في الطرقات السريعه، لان الرؤيه ما راح تكون نفس الشيء في الايام العاديه سواء بالليل او بالنهار. الان ابدوا كذلك ان المساحات في السياره اذا كان مثلا جربها، لان فعلا حتى الرطوبه النسبيه العاليه احيانا راح تستخدمها. صحيح. تخيل اذا انت المساحه وشويه الغبار. اي نعم اكيد، وكذلك الاطارات، لان حتى الرطوبه النسبيه في المناطق خاصه الجنوب صوب الشاليهات راح تكون شويه الرطوبه تاثر وتزلق مثلا او تكون زلقه، فمهم جدا كذلك حطوا بالكم على الاشياء هذه. نعم. لا تصير لا سمح الله كثير من الحوادث تحصل بان الانسان مو حاط باله شيء، خاصه المساحه البسيطه احيانا اللي انت تستخسر فيها 5 دنانير ولا 10 دنانير ولا 15 دينار، ايش كثر تكون مهمه وقت الضباب الكثيف او كذلك اللي هو الامطار. تحافظ على سلامتك. اكيد هي اهم شيء هنا سلامتنا، احنا دائما يعني توجهنا دائما في مثل هالنشرات الجويه هي لسلامه المواطنين والمقيمين والانسان بشكل خاص، مهم عندنا جدا، وهذا عملنا هذا لخدمتهم هم على اساس احنا النشرات الجويه. نسال الله السلامه للجميع. شوف الجو شلون حلو ان شاء الله. واحمد هقني في سبيطي.
في صبيحية. أنتم عاد الحين مثل ما قلت الأكواس مخليتهم يعني يظلون. البحر شوف البحر في مثل الأيام مو الهواء الكوس القوي، فالبحر كذلك يستمر يكون خفيف أحيانا بين الفترة وفترة الإغلاقة، ولكن مو اللي هي الهواء الكوس القوي يعني دائما، لأن في شهر 10 معروف مو المنخفضات اللي هي تسبب انحدارات قوية في الضغط الجوي تخلي الرياح قوية، لا، فالهواء خفيف نسبيا، فالبحر معظم الفترات إن شاء الله راح يكون خفيف. أنا بس في نقطة ودي أتكلم فيها أبو أحمد، بما أنك ذكرت شهر 10، احنا سراياتنا تبدي المفروض من 15/4 لغاية تقريبا لغاية نهاية 5 يعني. عندنا شهر 11 يصير فيه ضربات صح الحمر اي بتينا هالسنه، لان احنا قاعد اشوف انا الجو كله قاعد يتاخر، فممكن نصادفها الحين ولا تاخر علينا لشهر 12. نصادفها ان شاء الله من بعد منتصف شهر 11 تقريبا، خلينا من 10 11 الى نهايه شهر 11 وبدايه شهر 12 راح نصادف ايام تكون مطيره ان شاء الله وتينا الامطار. بينا مطر ان شاء الله. لي. لا ان شاء الله في امطار واكيد يعني شوف احنا السحب راح مثل ما قلت في بداية يعني نهاية الأسبوع القادم اللي هو آخر يوم من فترة شهر أكتوبر، وبداية هني راح تزيد السحب، فبوادرها بدأت مثل ما قلنا تتأخر. يعني إحنا الآن شهر تقريبا يعني عادة في شهر 10 نص 10، وقبل نص 10 كانت تنزل أمطار. هذا اللي قلت لنا أبو أحمد انسحاب أو زحف الفصول. زحف الفصول، زحف الفصول واضح جدا في السنوات الأخيرة، وفعلا يعني مؤكد أن هناك تغير في المناخ، تغير كبير في المناخ والطقس، لذلك يجب أخذ الحذر من هذه المتغيرات، ويجب أن نتكيف كذلك. نتكيف شنو؟ نتكيف أن احنا نتعايش مع هالمتغيرات بالنسبة حتى استهلاك الطاقة الكهربائية، احنا ملابسنا شنو راح نستخدم، شنو اللي قادم كذلك بالنسبة لبيوتنا، شلون كذلك نحن نحط لها العوازل. أبو أحمد في ظاهرة فلكية يعني احنا موعودين فيها هالأسبوع هذا القادم اللي هي كسوف الشمس، راح يصادف يوم الثلاثاء القادم. فإذا تتكلمنا شوي عن هذه الظاهرة، وهل هناك يعني كسوف كلي أم كسوف جزئي للشمس، وهل في محاذير لازم نتبعها؟ أكيد هناك أكيد محاذير، ولكن إحنا قلنا هاي الظاهرة اللي هي من يعني من الظواهر الفلكية اللي راح تصادفنا يوم 25/3 اللي هو يوم الثلاثاء المقبل. 25/10 عفوا، يوم الثلاثاء المقبل راح يكون كسوف جزئي للقمر للشمس عفوا، كسوف جزئي راح يبتدى في الساعه 1 تقريبا والثلث من بعد الظهر، ويكون ذروه يعني الكسوف الجزئي اللي يبين بالضبط بشكل كبير. اساس كذي اقول لكم يعني راح تشوفونه تقريبا جزء من القمر ينكسف. زين القمر ولا الشمس؟ الشمس انا شفينا على القمر. يا الشمس عفوا، الشمس ينكسف جزء منه بنسبه تقريبا 43%، 43 من يعني اقل من النص بشويه، يعني اقل من النص يعني خلينا نقول في الطرف الشمالي من الشمس. وخلال هالفتره تكون ذروتها اللي تكمل فيها او يكمل فيها الكسوف اللي هو ما بين تقريبا الساعه 2 وخلينا نقول 30 و2 ونص الى 2:35. احنا طبعا من دواماتنا كلها راح نشوفه وينتهي هذا الكسوف للشمس في الساعه تقريبا 3:44 اللي هو 4:45 تقريبا ينتهي يعني ظاهره الكسوف الجزئي للشمس. المحاذير بالنسبة لنا احنا دائما احيانا نعتقد ان بالنظارة الشمسية اقدر اشوف، اخطر ما يمكن على شبكية العين انك انت تنظر للشمس واحنا في الايام العادية، لان ما نلاحظ هذا الشيء، ما نطالع الشمس لان ما في ظاهرة يعني تخلينا ننظر للشمس ونشوفها. فلذلك في فلاتر خاصة لا تستخدمون، اي تقول لي انا والله استخدم كاميرا اللي هو الهاتف التليفون النقال او كذلك عندي مثلا عدستي انا قويه وشو، ابدا هذه راح تكون خطوره كبيره على شبكيه العين ويمكن تنهي شبكيه العين، وصارت في ناس كذلك يعني يعني اذا صار الكسوف اطالع الشمس بحيه شيء وانا مستحي. انا اعتقد اللي هو يعني النادي العلمي
ومركز الفلكي، مركز الأجير الفلكي هناك 100% راح يقومون مثل نعم. هالفعاليات طبيعي. وهناك مثل ما قلنا فلاتر خاصة للنظر للي هو الشمس أو نظارات، تذكرون احنا مثلا نلبسها يمكننا نطالع اللي هو ظاهرة كسوف الشمس نعم. فمهم جدا أن تستخدمها، لا يعني تستهينون قضية أن الواحد أشوفها بطرف عيني، لا حتى لو تشوفها بطرف عينك تأخذها بعد. أنا أقول لك على استحياء يعني ممكن نطالعها بس أن أيضا تضر في الحالات ركزت فيها وطالعتها اكيد في بعض الناس يحطون المرايه مثلا يشوفون بالمرايه مثلا بالعكس اللي هو الشمس أيه؟ يشوفون اللي هو كسوف الشمس، وهذه هم نفس احيانا انعكاس اشعه الشمس وفيها خطوره انزين، ولكن مثل ما قلنا البعض راح يصورها والبعض راح يشوف، واذا عندك فلتر خاص يمكنك انك تطالع جميل. مثلا حتى لو تدش على بعض اللي هي نقول الصحف الالكترونيه او كذلك المواقع الالكترونيه راح تشوفون انها موجوده الفلاتر الخاصه لمشاهده الشمس كذلك. طقسنا خلال نهايه الاسبوع ان شاء الله اذا الله يعني رطوبه أكواس راح ليش متضايق ابو احمد رطوبه وتقولها لان انا شوف مو على الضايق هذه بالعكس هذه مثل ما قلنا الرطوبه نسبيه الان قاعد تزيد الامراض بسبب اللي هو الكحه وهذيله بسبب مثل هالاجواء وهي تكون مرهقه لا تنسى ان احنا نروح حق اخواننا في الخليج العربي هني والدول المجاوره نشوف ان احنا وقت ما تصير الرطوبه تقول جينا المسافرين وكذا احنا نفس الشيء قاعدين نعاني من ارتفاع الرطوبة النسبية بالنسبة حق زيادة مثلا أمراض البرد والإنفلونزا والكحة اللي زادت نعم. أنا أتمنى من الأخوان كذلك في هالفترة في العطلة مثلا إذا طلعنا في أماكن العامة نلبس كمام واللي مريض يلبس كمام يمنع المرض من غيره لأن انتشاء ونعلم أطفالنا كذلك الآن يروح المدارس يجون يمرضون الكبار لاحظ من مرضك والله عيالك بلش الوسم فلح ما ركد الجو أكيد ما ركد الجو فالحسن مثل ما قلنا الهواء الجنوبي الشرقي مستمر إلى الأسبوع المقبل الرطوبة نسبية كذلك موجودة الحرارة راح تتراوح فيها العطلة هذه والأسبوع المقبل أقل من مثل ما قلنا 40 حين ما بين خلينا نقول 33 32 في المناطق الجزر ل 35 درجة نعم. عندنا بالديرة 37 بالبر 38 هذه اللي راح تكون الرينج اللي هو بينها في الدرجات الصغرى مثل ما قلنا توصل 19 ل 21 22 بالبر بالديرة 25 26 وكذلك الجزر يعني أجوانا والبحر راح يكون بشكل عام خفيف لكم يا الحباقة استمتعون محمد أكيد هم نفس الشيء اللي سألكم لازم نسألهم على البحر فمثل ما قلنا نسبيا يعني خلينا نقول استقرار إلى الآن في الأجواء ما في أي متغيرات تخلينا احنا نقول والله الوسم بدأ والأمطار أو مثلا نحذر من الأمطار الرعدية إلا في نهاية مثل ما قلنا الشهر هذا وبدايات الشهر المقبل ونص الشهر اللي هو نوفمبر إلى ديسمبر هي الفترة إن شاء الله تكون مطيرة بإذن الله تعالى مثل ما قلنا الأسبوع القادم إن شاء الله. إذن خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان كنت معنا نشكرك على المعلومات اللي أثرتها اليوم.